بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة المائدة يقول ربنا سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهنا وفي قوله تعالى: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، بيان لفضل الله ورحمته، وأن الله سبحانه وتعالى ينبئنا عن صفة من صفاته تستوجب منا الشكر الجزيل والحمد الكثير وتستوجب منا أن لا نكون مثل العبد النكد الغبي الذي لا يعرف كيف يتعامل مع مولاه. في هذه الآية: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، فيها أن الله صبور وأنه يرسل رسولا بالبينة فيجد المعصية مستمرة فيرسل رسولا آخر بالبينة فيجد المعصية مستمرة فيرسل ثالثا بالبينة قبل أن يؤاخذ أو يأخذ، فهو صبور. ومن أسمائه الحسنى الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تعدادها في سنن الترمذي وآخر اسم الصبور، وهو صبور سبحانه وتعالى لأنه لا يناله ضر ولا نفع من البشر، يعني لا تستطيع أن توقع الضرر بالله رب العالمين، هو يوقع الضرر بك ولكنه أيضا يوقع النفع، فهو الضار النافع سبحانه وتعالى. لكن أنت تضر نفسك، قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولا نستطيع أن نظلم الله سبحانه وتعالى لأنه ليس لنا في الحقيقة تصرف في ملكه وفي ملكه إلا من بعد إذنه، ولذلك فلا يمكن أن نظلم ربنا، وهو سبحانه وتعالى من كرمه وفضله لا يظلمنا ولا يتصور ذلك لأنه يتصرف في ملكه. وكل المصائب التي يراها الناس في أبنائهم أو في أنفسهم أو في صحتهم أو في أموالهم إنما هي من حكمة الله سبحانه، لا يوصف أبدا إلا بالعدل ولا يواجه أبدا إلا بالحمد، فنقول الحمد لله على كل حال. عندما تصيبنا مصيبة نقول الحمد لله على كل حال، فهو يستحق الحمد في السراء وفي الضراء في المنشط وفي المكره سبحانه وتعالى. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، لما تعددت الرسل تعددت معها البينات، فكل رسول أرسله الله إلى قومه بلسانهم، ليس فقط بلغتهم بل أيضا بتكوين عقولهم
بثقافتهم بعادتهم بما هو شائع فيهم من نظام أخلاقي واجتماعي. فتعددت البينات والطرق، بعضها كان في صورة المعجزة الخارقة للعادة، وبعضهم كان بعض هذه البينات من قبيل البرهان والخطاب العقلي، وبعضها كان من قبيل إلفات النظر إلى النتائج السيئة للمعصية أو إلى النتائج الطيبة للطاعة، وبعضها كان بالتعقل والتفكر والتدبر في شأن النفس والكون والحياة وما قبل ذلك وما بعد ذلك، وبعضها كان في صورة كتب أنزلت تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتخرجهم من الظلمات، وبعضها كان على سبيل استجابة الدعاء وعلى سبيل النصرة والتأييد. اختلفت البينات، ولكن القلوب القاسية تصم وتعمى وتعمى. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم، وكلمة ثم تدل على شيء غريب عجيب، وهو أنهم قد استمعوا إلى هذه البينات وأنهم استقرت هذه البينات في عقولهم وأنهم تفكروا فيها وأنهم عرفوا أنها من جنس البينات. عارف لو قال واه كان معلش، ده بيقول ثم، وثم دي بيقول لك للترتيب مع التراخي، يبقى لقد جاءتهم رسلنا بالبينات وبعد فترة، بعد فترة من مجيء الرسل وبعد فترة من البينات، بعد فترة حصل كذا وكذا وكذا. طب الفترة دي حصل فيها ايه؟ من ساعة الرسل ما جت لغاية اللي هيحصل بعد ثم، ثم يبقى في فترة حصل في الفترة دي ايه؟ يبقى سمعوا الرسل، سمعوا البينات، دخلت في قلوبهم وعقولهم، فأصبحوا في دائرة العلم بها. يبقى لما جاتهم البينات ما استطاعوش ان هم يردوها، وعرفوا بها وصدقوا واستقرت نفوسهم وايقناتهم. ثم ان كثيرا بعد ذلك وبعد فتره نرى كثيرا منهم، برضو نقف عند كثيرا، عند كلمه كثيرا منهم دي معنى ايه بقى؟ كثيرا منهم انه بعضهم استمر على الايمان. وهنا يعلمنا مر بعد الثانية والعاشرة والمئة، إذا ما تدبرت القرآن يعلمك الإنصاف، يعلمك قاعدة ذهبية في التفكير المستقيم، أن التعميم يخفي في ذاته خطأ. اوعى تقول الغرب وحشين، اوعى تقول الكلمة دي. ربنا تملي ينبهنا ان احنا نقول ثم ان كثيرا منهم، مش كله. اوعى تقول الناس حلوين، مش معقول الناس كلها تبقى حلوين. امال فين دفع الله الناس بعضهم ببعض؟ يعني امال فين الخير والشر والمعصية والطاعة؟ خليك منصف وصف الواقع كما هو، دي احنا افتقدناها في خطبنا
افتقدنا هذا. يا كل الناس وحشين يا كل الناس حلوين، واللي مش معانا يبقى علينا. التفكير ده أتعب الدنيا، هذا التفكير أراق الدماء في الطرقات، هذا التفكير اعتمد عليه الإرهاب لتسويد وجوه وتسويد وجوهنا ووجوه أنفسهم. هذا التفكير اللي هو خد العاطل بالباطل كده تفكير سيء. ولكن العجب أنه يكاد في كل 3-4 آيات بينبهك اوعى تعمل كده. طب الإصرار والتكرار ده ليه؟ لأنه يظهر صعب أنك تعلم الإنسان وتخليه يقتنع بهذا. ولذلك أكثر منه لأنه يصف لنا الإنسان المنصف، كتير يقراها ما ياخدش بال، ثم إن كثيرا منهم خلاص كثيرا منهم عايز يشوف إيه اللي حصل بعد كده، ما يوقفش. لا يتحول القرآن إلى كتاب هداية إلا إذا قرأته حرفا حرفا ومشيت معاه كده، تعيش معاه حرف حرف، ثم تقف عند ثم كده وتفكر شكلها ايه. ان كثيرا منهم برضو تفكر في ان كثيرا منهم. طب اللي مش كثير كانوا عملوا ايه؟ استمروا في الايمان. بعد ذلك، كلمة بعد ذلك ترشح وتؤكد الفترة التي كانت بين مجيء الرسل بالبينات وبين مخالفتهم بعدما استقر الإيمان في قلوبهم. في الأرض لمسرفون. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.